كم الفرحه اللي بتبقى عند الاستاذ بندق لما الاهلي بيتعادل، مش بيخسر، لما الاهلي بيتعادل بتبقى غير طبيعيه، الفرحه بتنط كده من عينيه والله بجد. انا مش متابعينه خالص بصراحه عمري، لكن في نفس الوقت ناس كتير بعتت لي فيديوهات ليه بعد تعادل الاهلي مع بيراميدز، ما اعرفش بقى حلقه امبارح ولا اول، ما اعرفش، بس يعني شفت الفيديوهات واستغربت جدا جدا ان بعض او بما انه هو اعلامي في قناه فئويه فبيحتفل وبيفرح جدا بتعادل المنافس او بخسارته، رغم ما تجيش تقول لي بقى دلوقتي اصل عشان المنافسه مش منافسه، لا، ما انت طول عمرك كده يعني، طول عمرك هو الزمالك بينافس الاهلي على افريقيا؟ لا، بس انت بتفرح لما الاهلي يخسر او لما الاهلي يتعادل في افريقيا، فالفرحه بتبان في عينيه اكتر ما بيفرح بفوز فريقه للاسف، للاسف الشديد، او مش للاسف، هو حر يعني. لكن في كل الاحوال انا هرد في اللي يخصنا احنا، لان في حاجات صغيره كده مش هطول بصراحه في موضوع بندق، في حاجات تخصنا كده لازم نعلق عليها ولازم ان احنا نلفت ليها النظر. اول حاجه، واضح جدا كم الحقد والكره والعقد اللي سببها له الاهلي في شخصيته وهو بيتكلم على النادي الاهلي، في شخصيته وهو بيتكلم على النادي الاهلي. كامل الاحترام للشخصيه كشخصيه، انا بتكلم كاسلوب تفكير او طريقه كلام على النادي الاهلي او فرحه مبالغ فيها بعد ما الاهلي يتعثر، رغم ان الاهلي ده اللي وافق انه يشارك في مهرجان اعتزاله ونجحهوله. يعني الاهلي نجح له مهرجان اعتزاله، لما جه اعتزل طلب من الاهلي واتحايل على الاهلي تعالى والنبي شارك في ماتش اعتزالي، جه الاهلي ونجح ماتش الاعتزال بسبب تواجد الاهلي. ورغم كل ده هو بيحقد وبيكره الاهلي. يعني ممكن اكون مشجع الاهلي بس انا ما بكرهش الزمالك، انا ممكن اكون مشجع الاهلي بس انا ما بحقدش على الزمالك، نادي ليه جماهيريه تحترم ونادي كبير، اسم كبير زي الاهلي. الاهلي بطولاته اكتر، جماهيريته اكتر، بس مش معنى ان انا بحترم الاهلي او انا مشجع اهلاوي ان انا ما احترمش الزمالك، يعني مفيش منطق بيقول كده. ففي نفس الوقت هو بيحاول دايما ان هو يستفز جمهور الاهلي وبيتكلم في برنامجه على الاهلي اكتر ما بيتكلم على الزمالك، ده الطبيعي. بعد ما المداخله اياها خلصت خلاص ما بقتش موجوده اللي كانت بتاخد الحلقه كلها، فهو بقى عنده فرصه ومساحه للكلام، معذور، كان ساعات قبل كده كان بيعمل كده وخلاص، فما كانش عنده مساحه يتكلم، دلوقتي بقى عنده مساحه، فالمساحه هيخلصها في ايه؟ في الكلام على الاهلي. طيب انا اكتر حاجه بقى غريبه بالنسبه لي ومستغربها جدا في كلامه بعد ما شفت الفيديوهات او فيديو بالتحديد ليه، يعني لما قال لك ايه الاهلي دخل فيه جون القاضيه ممكن، قعدت هتحدحك، مش معقول، مش معقول، انت بتقارن ايه بايه؟ ودي مش اول مره في الحقيقه ان هو يقول على اي جون جه في الاهلي ان ده جون القاضيه ممكن، دي عقده من ضمن العقد، صح ولا لا؟ رد علي، صح ولا لا؟ عقده من ضمن العقد، صح؟ صح. هل يا جماعه من المنطقي ان اي هدف يتلقاه النادي الاهلي في منافسه محليه، في منافسه فيها تعويض، مش مباراه خسر بيها الاهلي بطوله، ان هي تبقى القاضيه ممكن وتتقارن بالقاضيه ممكن الحقيقيه اللي كانت في الدقيقه 85 45 ثانيه اللي كانت في نهائي دوري ابطال افريقيا في مباراه القرن اللي كسبت الاهلي بطوله غاليه، اللي وصلت الاهلي كاس العالم، اللي ابكت بندق واحبطته، هل ينفع دي تتقارن بدي؟ لا طبعا، ما حدش، مفيش اي حد يقول لك ان جون قفشه وتوقيته والعباره بتاعته القاضيه ممكن ينفع تتقارن، فاكر ان انت كده هتمحيها، ما تحاولش، ما تحاولش، دي حاجه، واي جون يجي في الاهلي حتى لو في الدقيقه 95 حاجه ثانيه، حاجه ثانيه. القاضيه دي اللي وصلت الاهلي كاس العالم اللي انت بتحلم توصل له بقالك كتير جدا، الاهلي حرمك، قفشه حرمك من انك توصل كاس العالم، فما تحاولش تقارن القاضيه دي بالقاضيه دي. مقدر جدا كم الفرحه اللي عندك بتعادل الاهلي، مش هزيمته، بتعادل بس الاهلي، مقدر جدا جدا انك مش مصدق ان ممكن يكون في فرص للزمالك، وده حق مشروع لنادي الزمالك المحترم ان هو يكسب الدوري، انت مش مصدق. ويا جماعه بعد اذنكم، فرقوا ما بين كلامي على واحد بيتكلم في منظومه اعلاميه خاصه بنادي الزمالك وما بين احترامنا وتقديرنا الكامل لجمهور نادي الزمالك الكبير. انا دي عقليتي ودي ثقافتي. انا بحترم كل الجماهير. لكن لما يكون في كلام بنفس الطريقه دي لازم يترد عليه. احنا بنشكر بندق ان هو عمل ايه؟ ان هو بيفكرنا بالقضيه ممكن. رغم ان هي ما بتتنسيش، بس هو بيحاول كل فتره كده يفكر. هو يا عيني عنده عقد بسبب الاهلي. عقد كرويه، عقد رياضيه، ماشي؟ بسبب الاهلي. ان الاهلي عامل له مشاكل. اكبر دليل ان هو بيتكلم على الاهلي بطريقه زياده عن اللزوم. وزادت بشكل كبير جدا بعد القضيه ممكن اللي خلته يا عيني مش مصدق لحد دلوقتي، واللي انا واثق ان هو قعد بعديها اسبوع ولا اسبوعين ما بينامش وبيبكي. فما تحاولش يا بندق او يا استاذ بندق انك تقارن بين اي جون يجي في الاهلي في الدقائق الاخيره بجون قفشه اللي كان في الدقيقه 85 45 ثانيه. فاصل ونرجع نكمل. القاضية ممكن شاط الكورة وجول. القاضية ممكن